اعتذر المدير التنفيذي لسلسلة مقاهي ستاربكس عن الاعتقال المستحق للوم لرجلين من ذوي البشرة السوداء بدعوى التعدي، وذلك فيما كان ينتظران صديقا لهما في أحد فروع المقهى. وقال المدير التنفيذي للمقهى إن مدير الفرع في فيلادلفيا الذي استدعى الشرطة للرجلين فصل من الشركة، واعتقلت الشرطة الرجلين بعد أن اشتكى مدير المقهى من أنهما لم يطلبا شراء أي شيء من المقهى.